على هذه الهيئة بدت محافظة مأرب مساء شعلة وأهازيجا وطنية وتغني بالثورة المجيدة أكثر من أي وقت مضى. استعدت محافظة مأرب لإحياء الذكرى 55 لثورة 26 من سبتمبر، وكانت في الموعد حيث صدحت الأغاني الوطنية هنا، وردد الجميع ما تبثه مكبرات الصوت التي تجوب المدينة بشكل متواصل. يقول الناس إن وقعها مختلف هذه المرة، إذ يظهر الحماس متزايدا ويبدو الوعي أكبر بأهداف الثورة وأهميتها. على إيقاع هذه الخطى وما حققته حتى اللحظة من هزيمة للإنقلاب، تلازم الموسيقى هذه الانتصارات التي انعكست على شكل جهود مبذولة من الناس في التعبير عن هذه اللحظة التاريخية في عمر الوطن الجريح. وتنتشر الأعلام الوطنية لتتحول المدينة إلى نموذج للمدن المحررة، فضلا عن تحولها إلى بيئة ربما هي الأكثر مناسبة في مجالات مختلفة لكثيرين، وفي مقدمتها الاحتفاء بعيد وطن. غير بعيد على ما يلحظه الناس هنا في واقع المدينة، تحولت وسائل التواصل الاجتماعي هي الأخرى إلى ساحة احتفالات افتراضية عبر مرتاديها لإشهار مواقفهم النابعة من الأهمية لهذه الثورة في نفوسهم. وبالنظر إلى ما يفعله الجميع في المدينة، يمكن ترجمته على أنه روح المناسبة بعد تحول المدينة من هامش اهتمامات الحكومات المتعاقبة إلى نموذج للمدن التي تسعى الحكومة لتطبيقه في مدن أخرى. خليل الطويل، قناة بلقيس، مأرب.